السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بصحة جيدة. غنشارك معكم هاد الغديوة اللي كتجي رائعة. ندوز المقادير وطريقة التحضير. غنحتاج واحد الكمية ديال الدجاج على حسب أفراد العائلة، جوج بصلات دوائر، وربعة البطاطات مقطعين دوائر، العطرية عندنا الكمون، الإبزار، ثوم، بودرة البصل، الملح، قزبر ومعدنوس، وخرقوم عرق. غنحتاج واحد طنجرة ديال الضغط، غندير فيها الألومنيوم والورق ديال الفرن. هاد الأكلة غتجي بحال مشوية، بحال كيف كنشويو الكفتة، بحال شويتو على الفاخر. غنديروها على البوطة على نار مهيلة، كتجي رائعة في المذاق. ممكن لما بغيتوش ديروا الخضرة ما ديروهاش، ديروا غير الدجاج أو اللحم أو الكفتة اللي متوفر عندكم. هاد الاكله كتجي بنينه وبنينه بزاف، صدقوني تجربوها غدا تعجبكم ان شاء الله. غادي ناخذ واحد الاناء، غادي ندير فيه ديك الكميه ديال داك الدجاج كيف كتشوفوا، وغادي نضيف عليه دوك التوابل كيف قلت لكم، كميه ديال الدجاج او اللحم حسب افراد العائله. انا درت غير القياس. غنضيف لهم هذوك التوابل، البصل بودر والقزبر يابس وخرقوم عرق، الملح والكمون، شويه الابزار. غادي نضيف لهم واحد نصف كاس مزيج بين الزيت النباتيه وزيت المائده. ممكن لا بغيتو ترقدوهم قبل، انا مع اخر لحظه قلت نوجد هذه الاكله باش يتنسمو مزيان ديك اللي قامه. المهم انا غادي نخلطهم دابا. المهم رجعت رائعه في المذاق. الا شميتي الريحه ديالها بحال لا كتشوف الكفته، كتجي الريحه بحال لا كتشوف الكفته او اللحم. المهم غادي نخلط هذوك العناصر. حتى ياخذوا ديك التسبيله كامله. ممكن لا بغيتوا تضيفوا ازير او الزعتر ممكن ينسم لكم. غادي نحطوه فوق داك الورق كيف كتشوفوا، وهذيك التتبيله راه غادي داكشي اللي بقى غادي ندير فيه البطاطا والبصله دوائر. درت ربعة البطاطات وجوج بصلات صغارين. الا بغيتو ما ديروهمش ممكن تستغناو عليهم، انا على حسب الوليدات بغيت نديرهم. شي مرات كندير غير الكفته او الدجاج او اللحم بهالطريقه وكتجي رائعه، بحال الطريقه ديال الطنجيه تقريبا، مختلفه غير في القوام. مهم كيجي بحال لا مشوي ملي كتشمو ديك الريحه ديالو، بحال لا كتشوي في الكفته او لا كتشوي في اللحم. كنتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. صافي غادي نستف هذيك الخضره كامله، ما غندير لا ما لا والو، غادي يطيب غير بهاد الإقامة وديك الزويته فقط. كيف كتشوفوا انا كنستف في الخضره على داك الدجاج، كميه الدجاج اللي درت بدات غير خيضات وجنيوحات، ممكن نتوما تضيفوا اكثر. وديك الإقامة اللي بقات في الإناء غادي نصبها عليهم، غير الزيت والإقامة، ما كاينش لا ما لا والو، ما نستعملش الماء. طريقة مختلفة على كيفاش كنديروا المرقة عادية، كتجي بهاد الطريقة غزالة. صافي غادي نبدا نقاد في هذاك البابي وورق، المهم بابي ديال الفرن و بابي الومنيوم على هذا الشكل. على فكره الا بغيتو تكتفيو غير بالملح والكمون والقزبر يابس وزيت الزيتون كيبقى لكم الاختيار. وغادي نجيب نسد الطنجره وغندير لها الصفاره،
وغديرها على عافية مهيلة. صدقوني غادي تذوقوها وغادي تعجبكم، حتى تجربوها ان شاء الله وتذوقوها وردوا عليا في الكومنتير. كتجي رائعة، كيف كتشوفوا العافية مهيلة منقوصة، تقريبا غتاخذ المدة ديال نص ساعة هكاك حتى ل 40 دقيقة تقريبا. شوفوا كيفاش كتجي محمرة خاترة، حيت فيها غير ديك الزويته فقط. هنا قدمتها في هذا الطبيسيل، كيفاش كيبان لكم الدجاج محمر، دوك الفخيطات ودوك الجنيوحات محمرين، وحطيت غير البطاطا. الا ما بغيتوش تحطوا ديك الدغميره ديال الزويته ممكن بغيتو تحطوها حطوها، ما بغيتوش خليوها على خاطركم. كتجي خاطره كيف كتشوفوا، غير زيت الزويته البلديه والزيت الروميه، ورافقتهم مع الخبز ديال الدار اللي صوبته بالقمح سبيسيال فورس وشويه القمح ديال الدار. وهذا هو الطبق النهائي، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم ونال الرضا ديالكم. وما تنساونيش من التعاليق ديالكم، وبالصحه والراحه، وما تنساوش جيم والاشتراك.